هنبدا المباراه الثانيه الحين ما بين السيتي وبرشلونه. خلصت المباراه الاولى بين تشيلسي وبنفيكا تعادل 2-2. يلا يا عثمان اتفضل معايا. يلا صف واحد ورا بعض ورا بعض، صف واحد شباب، صف واحد. يلا محمد خليل، يلا صليلي، يلا يا شباب، يلا يا قلبك. الله يعينك. زود هدفك، زود هدفك يا لعيب يا لعيب. حلوة حلوة حلوة.